من أكثر الأشياء اللي أنا مرة أحبها في حب الأشياء التفاصيل الدقيقة. أنا ممكن أنزل في ده الشاطئ مرة واثنين ومليون مرة وأتفرج على نفس الشعبة، عشان كل يوم كل شهر وكل سنة بأشياء كثيرة بتتكون جديدة، بتفرج عليها وبستمتع وأنا قاعدة أشوفها. من أكثر الأشياء اللي أنا مرة أحبها في الغوص كيفية المرجان، كيف تركيبهم ألوان، ولما الشمس تضرب على المرجان كيف تعطي الأشعة الألوان، كيف حلوة السمك الصغير. فساعات كده يعدي من جنبي سمك كبير ويطالع فيه اللي إيش جابك هنا، هذا الشعور كده صح أدرينالين بس إنه مرة شيء جميل. أول تمرين عندنا اليوم تمرين التنفس، كيف حنسويه؟ حنحط أمراض نشيفة بنا بحيث نعض أسناننا على القطعة هذه اللي هنا في النص. أنا وأنا عمري 15 سنة ماما شجعتني إن أروح أسوي أي رياضة جديدة، أي خبرة في أي حاجة جديدة، إنه الصيف هذا حأخذ 4 شهور كده على الفاضي، شو أسوي فيه؟ في عندنا بعدين تمرين معادلة الضغط، عندنا 3 طرق معادلة الضغط. فاقترحت علي ماما إنه علياء روحي جربي تغوصي، إيش حتسوي في الغوص؟ يعني شوف بنات خالاتك بيغوصوا كلميهم وشوفي. في إشارات تحت الماية أبغاك تسوي لي هي. كلمت واحدة من بنات خالاتي، أعطتني رقم كابتن، بدأت أتدرب معه وحبيت الغوص بشكل غير طبيعي، فصرت كده كل سنة أخذ كورس. بالإضافة إلى الكابتن نفسه كان بيقول لي عليها ليه ما تصيري مدربة؟ طب ليه ما تصيري دايف ماستر وتجي تساعديني؟ وكان ينزلني مع طلاب ويوريني كيف هو يدرب. مرة استمتعت في هذا الشيء، قلت له أوكي كابتن حاخذ معك دايف ماستر وإنستركتور، وصرت مدربة غوص دحين، وأخذت لقب أصغر مدربة غوص لعام 2018 في المملكة. إن شاء الله أنا شايفة نفسي بعد 5 سنين ممكن أكون موظفة في مستشفى، بما أنه أنا تخصصي أحياء في المختبرات وغواصة، حصير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أصير كورس دايركتور، وراكبة خيل ماهرة بما أنه هذه أحد هواياتي، خلاص أخذ فيها جوائز وأدخل فيها مسابقات.